لدينا هيئة دستورية تعمل، وإن كانت قد عطلت في مرحلة ما عادت إلى العمل من جديد، وهي تقبل الآن الطعون. طعن في أكثر من قانون وفي أكثر من قرار أصدره عقيلة صالح باسم مجلس النواب. عقيلة صالح في مسودة هذا القانون الذي أصدره يقول أن كل القضايا المرفوعة أمام الدائرة الدستورية تحال فورا إلى المحكمة الدستورية التي يريد تأسيسها في بنغازي، ومن ثم يريد أن يسيطر على السلطة القضائية لكي لا تطعن في هذا العبث الذي يمارسه. وإذا كان هناك لوم، عرفنا عقيلة صالح وعرفنا يعني يكفي أنه مجرم، شرعنا الحرب على طرابلس، وما تخلفه هذه الحرب من مآسي مستمر حتى اليوم في هذه المقابر الجماعية التي تكتشف، وفي التحاليل التي نتعرف من خلالها على الأشخاص الذين فقدهم أهلهم وذويهم. مجرم بمعنى الكلمة، شرعا هذه الحرب، وبالتالي يتحمل مسؤوليتها، ومن ثم كان ينبغي إيقافه عند حده وعدم التعامل معه. وأكرر مرة أخرى، الملام هو المشري الذي استجاب لعقيلة صالح.